بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ أحمد الصالح، مدرس مادة علوم الحاسوب على موقع وتد التعليمي. طلابنا حبايبنا جيل 2005، الطلاب اللي بدهم يقدموا تكميلي واللي في منهم مترددين هل أقدم ولا لا. وبخصوص مادة علوم الحاسوب بدي أحكي حبايبنا الطلاب، شهر 12 اللي ضايل معانا من هون للامتحانات الوزارية، وهو آخر شهر قبل الامتحانات الوزارية، كافي إذا أنا بفكر صح كطالب إني أختم في مادة علوم الحاسوب حتى لو أنا لسه ما بلشت فيها. خليني أبلش من 1-12، لو كل أسبوع أدرس وحدة راح أختمها وراح أنجزها وراح أجيب فيها علامة كاملة إن شاء الله عز وجل، وهي فرصة كثير كبيرة لحتى أعوض علامتي السابقة. بطاقة التكميل حبايبنا الطلاب موجودة في موقع وتد التعليمي، بإمكانك توصي عليها من خلال الأرقام اللي ظاهرة أمامك على الشاشة. طبعاً حبايبنا الطلاب بنوه إنه مشروح داخل بطاقة التكميلي كامل مادة علوم الحاسوب الأربع وحدات بدون استثناء الفهم والحفظ، زائد أنت راح تأخذ المادة والمكثف راح يكون موجود مع المادة. وما تنسوا حبايبنا الطلاب بإنه مع العقيد الفل أكيد.